ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المدوم من قناة نت تعليم الإنجليزية. درسنا اليوم هو صيغة المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر، إيش تعريف هذه الصيغة؟ نستخدم هذه الصيغة للتعبير عن فعل مستمر حتى الآن مع تحديد الزمن الذي بدأ فيه الفعل. نستخدم هذه الصيغة للتعبير عن فعل مستمر حتى الآن مع تحديد الزمن الذي بدأ فيه الفعل. شروط تكوين جملة، إيش هما شروط تكوين جملة في صيغة المضارع التام المستمر؟ إيش هما الشروط هذه؟ واحد، have been has been قبل الفعل، have been has been قبل الفعل. الثاني، فعل ينتهي ب ing، فعل ينتهي ب verb ing. الشرط الثالث، for أو since، for أو since، for لمدة أو منذ، و since برضه لمدة أو لمدة، كل الاثنين منذ أو لمدة. الأمثلة التوضيحية، he has been looking for a job for 2 months. لاحظوا إنه الفعل في الفيرب باي ان جي جاء بعد has been. مستخدم has been انا كصيغة الاستمرارية مع تحديد الوقت الذي بدأ فيه الفعل. ايش هو الوقت اللي بدأ فيه الفعل؟ for a job for 2 months، شهرين. he has been looking for a job for 2 months، كان يبحث عن عمل منذ شهرين بس، أنا قاعد سنتين عاطل. يلا لاحظوا زي ما قلت ذكرنا لكم has been جاءت قبل الفعل بعد ضمير الفعل مباشرة، وبعدها أتى الفعل حسب الشرط الثاني، فعل زائد verb زائد ing، فعل انتهى بالصيغة الاستمرارية ing. وهذا المثال معنا، he has been looking for a job for 2 months. واضح؟ معنا المثال الثاني، they have been studying at college since June. هم يدرسون في الكلية منذ شهر يونيو. They have been studying at college since June. هم يدرسون في الكلية منذ شهر يونيو، مو كانوا يدرسون، هم يدرسون ولا زالوا يدرسون، مستمر حد الآن مع تحديد الفعل الوقت الذي بدأ فيه، تحديد الوقت الذي بدأ فيه الفعل هذا من شهر جون اللي هو يونيو، من شهر يونيو وبعد الفعل اللي هو هم يدرسوا. لاحظ انه they have جات have been بعد ضمير الفاعل they، اي قبل الفعل مباشرة، الفعل منتهي ب ing كما ذكرنا في الشرط الثاني. الشرط الاول وجود have been او has been وجدت بعد الفاعل قبل الفعل مباشرة. تمام، they have been studying at college since June. طيب الحين نبغى نبسط لكم ايش هو الفرق بين المضارع المستمر والمضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر والمضارع المضارع التام المضارع المستمر والمضارع التام المستمر هي صيغة المضارع المستمر يكون الفعل مستمرا حتى هذه اللحظة دون تحديد الزمن الذي بدأ فيه الفعل. أما في صيغة المضارع التام المستمر فإن نحدد الزمن الذي بدأ فيه الفعل كما يلي: He is reading now. لا نعرف الوقت الذي بدأ فيه الفعل، إنه يقرأ الآن. هذا صيغة المضارع المستمر، إنه يقرأ الآن. He is reading now. لا نعرف الوقت الذي بدأ فيه الفعل، لكن مع المثال الثاني اللي هو في المضارع التام المستمر، He has been reading for almost half an hour. هو كان يقرأ
منذ حوالي أو تقريبا نصف ساعة. Half an hour. تم تحديد زمن بدء القراءة. معليش، هنا في غلطة. Have، ما في have an hour. Half. L. عفوا. L. غير اللغة. L. F. L. F. في ناس ممكن تقول لي ليش حرف ال هذا؟ أقول لهم صامت. He has been reading for almost half an hour. تم تحديد هم يدرسون لحوالي نصف ساعة. تم تحديد زمن بدء القراءة اللي هي إيش؟ منذ نصف ساعة. من نصف ساعة هم يقرؤون. أتمنى يكون الفيديو هذا أفادكم وعجبكم. أتمنى تسوي شير، أتمنى الاشتراك في القناة، أتمنى لايك على الفيديو، أتمنى تتابع الفيديوهات، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.